قلبي ديمو. رأى النور في 15 جوان 1947 بأحد أكبر الأحياء الشعبية في غرب العاصمة. أسس مثله مثل غالبية الفرق العاصمية مناهضة للاستعمار الفرنسي الغاشم ولإيصال صوت القضية الجزائرية والتباري مع الفرنسيين. يكتسي اللونين الأحمر والأصفر، الأول يرمز لدم الشهداء والثاني للغناء. إنه نصر أتلتيك حسين داي. جاءت فكرة تأسيسه بعد توحيد الفرق الثلاثة للمدينة، وهي نجم رياضة حسين داي ومثال نادي لاغلاسيار والترجي الرياضي ليفي. وكغيره من الفرق الجزائرية، عرف النادي العديد من التغييرات في الاسم، حيث حمل تسمية نصر أتلتيك حسين داي من الحقبة الاستعمارية إلى غاية 1970، السنة التي عرفت فيها نصرية دخول عالم الاحتراف مبكرا قبل كل الأندية الجزائرية حتى قبل الإصلاح الرياضي، بعدما تعاقد النادي مع مموله الخطوط الجوية الجزائرية وبقي على ذلك إلى غاية 74-900، أين عاد لتسميته القديمة قبل أن يغير اسمه من جديد مع الإصلاح الرياضي 3 سنوات بعد ذلك، ليحمل اسم ملاحة أتلتيك حسين داي إلى غاية 89-900، أين عاد ليحمل اسمه الأصلي. الملاحون عرفوا بطبيعهم التكوينية الماحظة، إن تخرجت أسماء كبيرة من النادي صنعت أفراح كرة القدم الجزائرية، في مقدمتها دفنون، عبد القادر، أوشان، بوياحي، خديس وإغيل، والجيل الذهبي الذي قاد المنتخب الوطني في مونديال 88-900، المكون من مرزقان فرقاني، مجار ومحمود قندوز. أصحاب البذلة الحمراء والصفراء صالوا وجالوا وأمتعوا في ملاعب الجمهورية، لكنهم بالمقابل يملكون لقبين، الأول والأخير في البطولة سنة 67-900، أمام كل من رائد القبة وشباب بلوزداد صاحبي المركز الثاني مناصفة بفارق نقطتين فقط، وكأس جمهورية واحدة سنة 79-900، لكنه بالمقابل فريق بلغ نهائي كأس الجمهورية في 4 مناسبات وأنهى البطولة وصيفا في 5، وكتب له أن ينهزم في نهائي كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس لكرة القدم أمام نادي حرويا آسي من غينيا، لكنه هذا الموسم مع موعد لكتابة التاريخ من جديد ودخوله من بابه الواسع بعدما خرج الكبار وبقي العميد والوفاق في سباق نيل معشوقة الجماهير السيدة الكأس، فهل سيفعلها رفقاء قسمه؟